سلام جميل شكون مزيانين دونك اليوم في هذه الفيديو غادي نشوفوا واحد الكرياسيون ديال واحد الميكانيزم من الاعجازات مع السيميلاسيون ديالو لاسامبلاج كيف ما دينا دونك اليوم هذا هو الميكانيزم ديالنا كاش غادي في يوتيوب بقيت هاد لانيماسيون وانا نتيلي شارجي قلت بوكو با نبارطاجي معاكم نشوفوا كيفاش غادي نديرو لها كرياسيون كيفاش نديرو لها لاسامبلاج اي اون فان سيميلاسيون دونك شو سامبلومون ما غاديش نضيع الوقت بزاف غادي نجي نديماري كونسيبسيون ميكانيك با اسامبلي ديزاين فوالا غادي ندير دوبل كليك على برودكت اخر كليك وحده ونجي بيس نجي نكري 5 بيس انت دابا نقول لكم علاش لاحظت انا واحد اللعيبه في الفيديو لاحظت ان كاين عندي 5 ديال لي بيس دونك نتمنى نوقعوا في دي بروبليم باش نعرفوا كيفاش نحلوهم دونك نجيو دابا هاي البيس الاولى هي الصفراء البيس الزرقاء هي الثانيه البيس اللي هي البيال هي شنو هي الثالثه وكاينين لي زاكس بحال لاكس هو نيمرو 4 و لاكس الثاني هو نيمرو 5 دونك غادي نجي اول حاجه ندخل ديماري فورم سكتش تراس تقولوا لي علاش نقول لكم انا بغيت نرسم على التصوير مي افون نرسم على التصويره شنو خاصني ندير نجي لهاد ناخذ في فاس ونجي ناخذ هادي كليك عليها كيقولي سيفي عملية التصوير في الحاطه هادي قلت لها غير سكرين شوش سكرين وصافي سكرين يجي غندير اوكي الصورة ما كتعطينيش بالكغي علاش نجي هنا نقول لي عطيني هادي الصورة كاش بان ليا صافي شحال المشكل شنو غادي نجي ندير في نظر شنو غادي نجي ندير باش من بياسة غادي نبدا انا كيبان لي غادي نبدا بهاد لابياس هادي بون غنبدا بهادي ونتبعها بيال ومن بعد نتبعها لي زاكس ياك ولا لي زاكس خليهم هما الاخرين عمري نصبغ لي زاكس هما اللولين لي زاكس حالهم ساهل نجي شنو غندير ناخد بعد دوبل كليك على كورباس با كيحاول يبار ديزاين ديال البيسه الاولى غناخد اسكيس وغنجي نقول ليه هذا هو البلون اللي بغيت نرسم فيه غادي نجي ناخد ها هو هاد الترو ولا فورم او بلون كونتور او بلون كيما كيسميه كاتشا نديرو ليه خاطر دونك نجيو بحال هكا هادا بحال هكا ونجيو هادا شنو مالو نقولو ليه انت راك فيرتيكال ديجا واخدو غادي نحاول نكبر هذا شوية تلميع لاحظوا أنا جاني ديريكت بغيت هذا نغير ديما فيه باش مانيبيلي على خاطري مبقاش نضاعف مانيبيلي على داكشي اللي بغيت أنا فوالا نهبط هذا شوية لتحت صافي وشنو غادي نقول ليه دابا غادي ناخذ عاوتاني كونتور أو بلون نجي ناخذو منها ونجي غادي ناخد بحال هكا ونجي ندير لها هكا بزاف لومو هذا غادي نسخرو كنلاحظ ان هادشي كيتزعزع علاش هذا نقول ليه فيرتيكال حيت ملي كنحيد ليه الغايون كيولي مشاتش في بلاصتو هادشي كيفاش كيخسر دابا شوف نجي ناخد هذا بحال هكا صافي مغاديش مأفكر بزاف وغادي نخرج ندير سورتي ديسكيس وغادي نقول ليه دير لي اكستروزيون ديالو فوالا شحال ندير لي اكستروزيون في النظام ندير انفيرس ديريكسيون ولا خلي ندير خليها هنا نقول لي مثلا بواحد الفوطو ديالي ها هي ما فهمتش علاش كيدير بحال هكا علاش دير بحال هكا المهم نقول لي واحد الاكستروزيون نقول لي ديرو لي ب شحال نقول لي 5 مثلا ابيرسي ريفيزي المون داكشي نزيد نقول لي زيدني زيد نقول لي زيدني واحد عطاني 10 ونقول لي اوكي صافي سي سامبل وندير لي نورمال في هاد البلاصه هادي باش يبان لي شنو واقع خاصني دابا نرسم هاد اللاكس صافي نجي نرسم شنو غادي ندير غنكليكي في هاد السيرفاس ونقول لي دير لي اسكيف ونجي ناخد هنا واحد الساقل لاحظوا معايا ساكن واش نقول لها نقول لها نجي مع هاد مالك طونجونس مي باش غادي نعرف الساخن واش كاين الفوق ولا كاين التحت في الديزا كيفاش غادي ندير انا ما عرفتش ما نشوفو شي حل كما قلت لكم ديما جيسبر انا نوقع في دي بروبليم بحال دابا هادي خاصني ندير لها كاشي ونجي من بعد
ساكن في نهاية الدلع كاشي ما عرفتش فين فيها، ندير في نورمال ونجي عزاء ندير هادي افيشي. هي ساكن في هادي ندير لها افيشي ونجي ناخد لها هادي مع هادي ديما قلب عليها سوليزي مبقاش نخرب، نجي نخرج دابا وهاد التصويرة ديال لها افيشي. وشنو غادي ندير؟ غادي نشد هاد الساكن هادي غادي ندير بلاصه بحال هكا صافي. جيب باش هاد اللاكس سورتي دي سكيز ما فكرش بزاف وديرها اكستروزيون. اشكون اكستروزيون تشري عشان نقول لك ديرها بحال هكا، يا اما تبقى تزيد من هنا تتصل، يا اما نجي نشد من هاد السهم هذا ونجيبه بحال هنا. راه كاين واحد لين مكتوبه ان ولا ما عرفتش شنو هي لين ولا ما عرفتش شنو، المهم هو نعرفو شنو هي شنو كدير شنو فونكسيون ديالها. دابا ساليش غنجي بصم دوزيام بيس، دوزيام بيس شنو هي؟ بصم ديال بصم ديال نجي هنايا هكا على تشكل دوبل كليك دوبل كليك باش تحولني بار ديزاين ديالها. ونجي غنجي نقول لها هاد البلون هذا اللي بصمت فيه الاول لو ميم، ندير فيه واحد اسكيس عفوا كتعطيني نجيبها بحال هكا. شنو غادي ندير؟ دوبل كليك على الساقل وغادي نجي ناخذ الساقل ديالي هي هاد، ونجي ناخذ الساقل الثاني هي هاد صافي. وهادي شنو غادي نقول لها؟ نقول لها ما هادي ما هادي طونجونس، وهذا ما هذا طونجونس صافي. كتاخد ليا الحجم اللي بغيت بلا نبقى نتعرب. هادي بحال هوك هادي شا هي غادي ندير لها شنو؟ هادي مع هاد اللين تحكم في داكشي كيما بغيت، ولا مبغاش شي حاجة متعطلش بزاف نمحيها ونعاود. أما تبقى أحيانا كنبقاو نتعرب ومكنتش خايف ناس السوليز وفي الآخر كنمحيو ونعاودو من اللول. دونك جي هالو كندير سورتي ديسكيس عفوا شو واش درت نرجع عليه كليك دوبل كليك كليك على ليسك ديالي كيرجعني ليه. غناخد دوبل كليك على الساقل وغادي نجي لهنايا بحال هكا ونجي ناخد. ولكن ما كنقول لكم جيسبر انني نطيح في دي بروبليم باش نعرفو كيفاش نحلهم اونصومبل، راح في ما نمشي نرسم هاد لابيس وناخد لي كوطاسيون ديالها ونجي نحط لي كوطاسيون ديالي قدامكم، ولكن ما غادي نتفاهم والو. دونك بحال هكا كيجيني افضل الواحد يتعلم ويعرف لي بروبليم اللي كنطيحو فيهم. دونك دوبل كليك على ايفاسي ونجي نيفاسي هادي ونجي نيفاسي هادي ندير سورتي ديسكيس وندير لها اكسترازي. شحال ندير لها اكسترازي في نظركم؟ ندير لها بحال هكا ندير لها ريفيزيرمون داكشي نجيبها حتى لهنا نجيبها حتى لهنا ندير لها سيس سبعة هكا سيس مزيانة سي بانت لي مزيانة. دونك غادي نجي شنو باقي لي دابا؟ باقي لي هاد لابيس لي بالصفر تو سامبلومون نجي ندخل ليها هي اللول نسد هادو هاد لابيس ان بيس دو نسدهم. دوبل كليك على كور برانسيبال عندك شنو سامي تكليكيش على دوبل كليك على كور برانسيبال راه ما غاتشوف صنف البيس اللي قبل منها. وطبعا الناس غير الناس جيت بغيت تسيب لي ما يبغيش ندير اسكيس لهي كيمشوني وغادي نجي. شنو غادي ندير؟ شنو غادي ندير في نظركم؟ تو سامبلومون غادي ناخد واحد من هنا نبدا من هنا ولا نبدا من اي بلاصه بغيت غير انا اختاري بحال هوك بحال هوك بحال هوك صافي. تو سامبلومون غادي نجي هنايا فوالا. شنو غادي ندير؟ غناخد هادي طبعا وغادي نجي لهاد البوان. شنو غادي ندير؟ شنو غادي ندير في نظركم؟ غادي ناخد من هاد البوان تل هنا ونقول هذا ما هذا مالو مع هاد اللاكس وصلنا نقول لهم راه سيميتري. كيف سيميتري؟ يعني راه هذا سيميتري بارابور هذا نفس الميساحة نفس ليسباس كيف بيناتهم. شنو باقي ليا؟ نشد هاد الساقل هادي غندير لها كونفيرجي ما نعاودش نرسم نحاول الماكسيموم باش نتجنب الاخطاء. فاش كنبقى كونفيرجي ونديرها هادي بحال هكا ما كنكونش عندي اخطاء.
شنو دابا غادي ندير؟ ندير سورتي ديسكي صافي. فوالا اي فوالا شنو غندير دابا؟ اكسبلوزيون اكسبلوزيون ندير هكا ولا هكا؟ فين هكا باش متخرجش في الماتيغ اخرى. بشحال ندير؟ ندير بكنز ندير ب 13 ابيرسي صافي سي بارفي. وغادي نجي شنو غادي ندير؟ ندير هاد الصوره هادي كاشي ونجي نقول لها هاد السيرفاس هادي بغيت نصنفها. غادي نجي نرجع الصوره ديالي دابا شو صافي لهمو. غادي نجي هنا هالوك شنو غادي ندير؟ ناخد ما غاديش نعاود نفسها. غادي نجي غير ندور الصوره بحال هكا. عارف شو كيفاش كندور بعد الصوره؟ كنوافق على البوطون الوسطانيه ديال السوري او ميم طو كنوافق على بوطون دغوا وكنحرك صافي السوري كنديبلاسي كتحرك ليا. دونك هادو هاد شي حوايج خاصنا نكونو عارفينهم. كنحاول كل مره نعطي حاجه كنعرفها باش كلشي يولي عارف هادشي سي سامبل. وغادي نجي دابا في نورمال. في نورمال تقاد لي هادشي. غادي ناخد واحد الكونتور من هاد البوا تيتبان ليا بوا فوق نقطه وسط منها نقطه عفوا باش نعرف بانها راه كاين واحد الكوانسيدونس تما. نجي على هاد الشكل ولا لا عفوا ما عنديش بحال هكا. انا نتوما دابا الا درت بحال هكا غادي يوقع لي واحد المشكل اخر. كوانسيدونس شنو دابا درت؟ عندي لي سورتي ديسكيس وندير اكستروزيون. اكستروزيون تالاش تالاش غادي دير تالاش غادي ندير حتى لهنا فيزيرمون تا هو بحال هكا فوالا. ولا رجعوا الفيديو ماشي مشكل منين واحد لو رجعوا الفيديو. دونك قلت لكم مثلا كيفاش غادي ندير كيفاش غادي ندير ما نفكرش بزاف. اللي غادي ندير هو نقول لي جيسكا بلون وغادي نقول ليه خذ ليا هاد البلون هذا اللي عندي هنا صافي. وندير ليه ابيرسي عجبني هو هذاك صافي. شنو غادي ندير؟ شنو غادي ندير نظركم؟ ها انتم راح تشوفوا الفيديو. عندي هنا واحد بحال السيلندر كيجليسي فيه هاد التيج. خاصني نرسمو. كيفاش غادي نرسمو وما نخطاش؟ القضيه ساهله. نجي ناخذ بلون وغادي نقول ليه هاد البلون يجي من هنا ويديبلاصا ونديبلاسي فيزيالمون. ها انتم لاحظوا معايا بحال كنجيبو الوسط ولا نجيبو هنا فهاد البلاصه هادي. غندير اوكي وغادي نجي نقول ليه هاد السيرفاس هادي بغيت نرسم فيها وغادي نجي. لاحظوا معايا داكشي كيفاش كندير ليه هادشي. شوفوا غبر علاش ما داركم ندير هاد الاكشيفها غادي يبان ليه ولكن الصغيره ما طاش تبان ليه. دونك غير نأكشيفي هادي تبان ليه شنو واقع ونجي عاوتاني ندير هاد نرجع البلاصه وغادي نجي نجيب بحال هكا بحال هكا ناخذ واحد الساقي ونجي نشوف نجي نشوف. عرفتي دابا الخطا اللي درت ولا لا؟ هو انني كرييت بلون مي ما رسمتش فيه. وعلاش؟ ما عرفتش سبحان الله سبحان اللي مزيان. دونك نجي ناخذ هاد البلون هذا وناخذ فيه اسكيز وغادي نجي ندور هادشي باش يبان ليا شنو واقع. ها هو ها هو السيلندر ديالي. هذا ندير ليه كونفيرتير الساقي كتجي لنا هنايا صافي. دابا ندير فيه نورمال او مار واضحه وغادي نجي ناخذ واحد الساقي بحال هكا ساكل. ولكن ما راح تشوف الفيديو ساكل وصافي ماشي مهم. هاي الشوا كيما كتجوني تحاولوا نتوما تمانيبيليو على قد الشكل الا بغيتو يجي بحالكم وصافي. اما ما بغيتوش صافي ندير سورتي ديسكيس وغادي ندير شنو اكستروزيون. غتقولي اكستروزيون علاش؟ نقول لك ديبلاسي غير من هنايا فيزيان مون شي وصل بحال هكا واحبس اوكي. المهم التصويره والفيديو ديال الانيماسيون ولي بيس غادي نلقاهم في الديسكريبسيون تحت الفيديو. اللي بغيت يشارجيهم باش يشارجيهم ويخدم. فوالا شنو غادي ندير دابا؟ غادي نجي غادي نرسم هاد البارتي هادي اللي هنا. كيفاش غادي نرسمها؟
هادشي باش كنفكر. دونك عارف واش غادي ندير؟ هادي نتفكر شحال درت فيها، دوبل كليك عليها، نكليك عليها، نعاود نكليك عليها، اكسبلوسيون درت ب 10 ساهله. غادي نرجع دابا شوف واحد كليكي عليها جوج ما بعرفش، نرجع الكور برينسيبال اللي ديال البياس اللي كنصنع فيها دابا، دوبل كليك عليه، رجعني بار ديزاين ديالو. غادي نجي ناخذ واحد البلان على ما اظن قلت دي سياك ما قلت عاوتاني. دونك غادي نجي ناخذ واحد عفوا بلون غادي نديكاليه ب 10 هذاك النافي، دونك غنديكاليه ب 5 ابيرسي صافي هو هذاك جاي الوسط. هاد البلون غنرجع الصويره ديالي ندير لها افيشي. دونك غادي نجي لهادي هاد هاد البلون لي كرييت وناخد فيه اسكيز. ما غاديش نعطل بزاف وغادي نجي غادي نقول ليه شنو مالك دير ليا واحد بحال هكا على هاد الشكل، على هاد الشكل شويه ندخلو في هاد السيلاندر باش منين ندير لي اكسبلوزيون يبقى داخل. نشوف مزيان داكشي واش مناسبني ولا لا. غادي ندير في نورمال وهذا نشدو ندير ليه مع هذا، ندير ليه شنو كوانسيدونس باش لا ماتيير تجي يجيو مع بعضياتهم بحال مسودين. وغادي ندير لهذا بحال هكا ندير سورتي ديسكيس لهذا ما يشوف. غادي ندير ندير اكسبلوزيون ديالي اكسبلوزيون ندير ليه اكستنسيون سيميتري ونقول ليه جيسكا بلون. نقول ليه اش من بلون نقول ليه هذا شوف شنو عطاني ندير انفرسي ديريكسيون ما عطانيش داكشي اللي بغيت. دونك نجي ما خاسر والو غادي ندير اكسبلوزيون وندير بليس غندير جيسكا بلون هنا هاد البلاصة هادي وغادي نجي هنا غادي ندير فيزيالمون فهاد البلاصة هادي عفوا بحال هكا بحال هكا بحال هكا هي وصلات صافي اوكي. دابا الشكل ديالي كملتو الصويرة غادي لها كاش. شنو باقي ليا؟ بقاو لي زاكس لي زاكس مدرتهمش. غنجي كليك هنا كليك هنا دوبل كليك على كور برانسيبال كيعاوني بار ديزاين ديالو. غادي نجي هذا دابا بما انني حيدت الصوره ندير اكشي في هذا باش يولي بان لي لين وهادشي. وغادي ناخذ واحد لي سكيس هنا وغادي نجي غادي نهد الساكن ندير لها كونفيرشن. ها علاش قلت لكم خلو لي زاكس في الاخر صافي داكشي باين. كنجي كندير لي غير بحال هكا جيسكا بلون مانضيعش وقت بزاف. هذا ندير لي كاشي ونجي نقول لي هذا هو البلون اوكي ها هو كيعطيني لاكس الاول. نجي ندخل بيس ولا بارت سيف ناخد دوبل كليك على بكور برانسيبال كيحاولني بارت ديزاين ديال بيس سيف. غادي نجي غادي نقول ليه كاشي افيشي عفوا بزاف اللي كيبقاو يقولوا هنا كاشي وفي الاخرى تاهي كيقولوا كاشي لا راه كاشي هنا والاخرى افيشي. دونك نجيو تو سامبلومون غادي نجي نكليك هنا وناخد بيستي وغادي نجي ناخد هادي ناخد لها ديال كونفيرشن. شنو غادي ندير عاوتاني؟ غادي ندير ليها سورتي ديسكيس وندير لها اكستروزيون. غتقولوا لي فين غنقول لكم جيسكا بلون اللي هو هذا اوكي. شنو غادي ندير دابا؟ نسد هادشي هادي بحال هكا هادي بحال هكا ندخل بروميير بياس ندير لا بروبريتي نعطيها شنو نعطيها الفيغ مزدسة او نو عطيناها الزرق عطيوها هنا الزرق ما عندناش مشكل. هادي شنو نعطيها الفيغ راه يمكن نعطي لي كولور باش يبان لكم انه اي ميكانيزم نقدر نكرييو كما هما مكريينو ونرياليزيو في الواقع. كاينه شي حاجه اللي ما كايناش ولا ما كتغياليزاش راه غير شويه ليماجيناسيون صافي. شوف اش درت كلام كاشي انا ماشي درت كلام بروبريتي غندير لهم افيشي كيت افيشا وكليك هنا كليك هنا كونترول نبقى ديما موافق عليها باش بجوج مسيليكسيونيهم. غادي نجي نعطيهم الغوج اوكي صافي. شنو غادي ندير لهذا؟ غادي ندير ليه كاشي هاد عفوا نعاود نجي هنا ندير ليه افيشي. غادي نجي هذا غادي ندير ليه كاشي هذا ندير ليه كاشي. نتوما تفهموني علاش بغيت غير نحيد هاد لي بلون حيت مانكشي لنا بزاف كي كيخلوش الصوره تبان واضح.
فضل بحالكم ما عرفت يعني، شوف نتوما داكشي اللي يناسبكم حاولوا ديروه. هذا ندير ليه هو شنو افيش دونك غادي نجي شوف لو بلان راجعوا ليا ما عرفتش علاش نجي نحيدهم من هنا. دونك ما بقاش تعطل معاهم بزاف باش ما يجيش فيديو طويل، غادي نجي الكينيماتيك ديريكت بحالو. قبل ما هذا الشيء نسيت واحد الحاجه، هو اننا كليك على هذا دوبل كليك وغادي ناخذ فيه استثناء. علاش؟ حيت غادي نحتاج هاد الكونتو غنحتاجو في السيميلاسيون. ندير لي كون اش غادي ندير لي كونفيرتير وندير لي سورتي ديسكيس وغادي نجي لديماري كينيماتيك دي ام اي. صافي دابا ما نفكرش بزاف، اول حاجه ناخذها هي بي اس في. لاحظوا ملي كنصون بحال هكا ما كنأسومبليش لاسومبلاج، صافي شي حاجه اللي بلا ما ندير. هنا شنو عندي بين هادي وهادي؟ تو سامبلومون ليزون سيلاندري. شنو هي ليزون سيلاندري؟ هي فيها روتاسيون و بيفوتمون، يعني عفوا روتاسيون و غليسمون، يعني هذا كي تجلس هكا وفي نفس الوقت كيدور. خاصنا شنو نشرحو هاد اللعيبات هادو، ندير لهم شي حاجة سبور هادهم. دونك غادي نجي شنو غادي ندير؟ هادي واحد هادي ما درتش ليها افيشي، كنقول شنو ناقص. دونك نجي ندير ليها افيشي دوبل كليك عليها فاش مبغيش وندير ليها عفوا ندير لها دابا افيشي ما بغاتش. نجي لهنايا هنا ندير لها افيشي عاد باش نجي هنا صافي. المهم غنحاول نلقاو دي سوليسيون. صافي كاشير راه هو هذا كاشير انت وزهرك. وغادي نجي نرجع دوبل كليك على البروداكت كيرجع لي ديشان كينيماجيك حيت كنت داخل لها قبل. دوبل كليك على ليزون بيفو ولا كليك وحده حيت نسجل ليزون بيفو بين هادي وهادي كاين بيفو. صافي هي اللي كاينه ما كاينش شي وحده اخرى. ناخذ هاد ديستونس بين هاد الصفحه و وديال ديستونس وناخذ اوك. شنو غادي ندير عاوتاني؟ ناخذ اونكاستون. شنو الاونكاستون هذا؟ ما هيش الاونكاستون ما هذا اوكي. وشنو الاونكاستون عاوتاني؟ هاد اللاكس ما هيش ما البيال اوكي ريجيد غادي نفيكس معاه. شنو هي الليزون بين هاد الزفقه وهاي؟ الليزون هي الليزون كور غليسون. ناخد كور غليسون نشوف شحال من دوك هاد ليبرتي باقا ليا 3 او. ناخد هاد السيركل هادي ياك وناخد هذا اللي درت ليه باش درت ليه كونفيرسيون قلت لكم نحتاجو في السيميلاس. بقات لي ان دوك غير ليبر. شكون اللي يعرف هاد دوك ليبر شكون؟ دوك هاد ليبرتي هي ديال الكوموند اللي ما عطيتش. كيفاش كوموند اللي ما عطيتش؟ الكوموند منين جايه؟ هي هاد البيبو هذا هذا كيدور اوتوماتيكمون ملي كيدور هو اللي كتجي الكوموند الاصليه. دونك هذا نجي ندير لي كوموندي اون اونجل لي ميكانيزم بو اتر سيمي. صافي ساهليش غادي نجي ناخد هذا بحال هكا دوبل كليك على ميكانيزم نجي نشوف هادشي. لاحظوا معايا هادشي خدام امارش. غادي ندير لي انسيري كليك هنا كليك هنا نجي نزل لا فيتيس ستار. فوالا نتمنى ان هادشي يعجبكم. هاد السيميلاسيون تكون زوينه. الكرياسيون ديال الميكانيزم جايه تكون مزيانه. مازال غادي نشوفو بزاف الحوايج غيكونو معانا في الموعد. كما قلت لكم حاولوا تدخلوا لاشين هنا راه تلقاو بزاف ديال لي فيديو ديال السيميلاسيون ديال لاسومبلاج ديال دي بياس ديال السيرفاسيك. هبطوا شي لتحت غادي تلقاو دي فيديو اللي شاهوما ديال لاسومبلاج ديال السيميلاسيون. نتمنى شاهوما يعجبوكم. اي فوالا هذا ما كان هذا هو الفيديو ديالنا. اللي عنده شي سؤال يخليه في كومونتير باش نجاوبو. لا تنسى تكتب لي ميساج باغ جروب واتساب شوفو خليه في الديسكريبسيون. نتمنى لكم التوفيق.